يعطيكم العافية صبايا وشباب. اليوم راح نشتغل على probability. باراجراف جديدة هي probability اتيراج successive sans remise. هذيك اليوم اشتغلنا على اتيراج successive avec remise. اوكي، une contient 9 boules identiques et indiscernables au toucher. شو يعني ايدونتيك؟ يعني مثل بعض البول بس بالكولير مغيرين، و indiscernable au toucher ما فينا نميزهم باللمس لحتى تصير الاكسبيريونس الياتوار. اوكي، اون تير او هازار اي سكسيسيفمون سون ريميز دي بول دي لير. عم نسحب بس ما عم نرجح، يعني نسحب طابه بنشوفها وبنكبها بقل العدد، يعني بصيروا 8 طابات، هن 9 طابات. اذا سحبنا طابه فاذا بقل العدد بصيروا 8، يعني كل مره عم يتغير التوتال. عندنا هود الايفينمون A B C D E H K. A هو لي بول لي دي بول تيري سون روج، هون سون دي سون نوار، سون فيرت، سون دي لا ميم كولير، سون دي كولير ديفيرونت. Parmi les deux boules tirées, il y a exactement une boule rouge, car parmi les deux boules tirées, il n'y a aucune boule noire. بدنا نجيب هول probability. PDA. PDA يعني اثنينات الروج. روج دي بريمير تيراج، روج دي دوزيام تيراج. يعني هو بي دي روج دي بريمير تيراج فوا بي دي روج دي دوزيام تيراج. ليش فوا؟ لأنه إيه. اتفقنا لما يكون عندنا إيه بنضرب، بس يكون عندنا أو بنجمع. دي بريمير تيراج عندنا الإيرن قد إيه في 9 طابات، وكم طابة كم بول روج؟ هن تروا، فتروا سير ناف يعني ان سير تروا. دون دوزيام تيراج هذا الايرن شو صار؟ صار هيك، صار في 2 روج و9 طابات توتال، يعني عفوا 8 طابات لانه قال له طابة. اوكي، صار عندنا 2 على 8، فبي دي اه هو 1 على 3 ضرب 1 على 4. بي دي بي يعني اثنيناتهم انوار. أول تيراج عندي 4 أنوار على التوتال يعني على نف. بتاني تيراج هذا الإيرن صار هيك، صار قد إيه في 3 أنوار و 8 طابات توتال، يعني 3 على 8، هيا 3 على 8، فبيطلع الجواب أنسر 6. بي دي سي هو بي دي في في اثنين فير. كمان أول تيراج عندي 2 فير من أصل 9، ف 2 على 9 فوا. عندي تاني تيراج صار هذا الإيرن هيك، عندي تاني تيراج عندي وحدة فير على 8. هلا بي دو اي يعني دمام كولير. دمام كولير يعني يا اثنيناتهم او اثنيناتهم روج او اثنيناتهم نوار او اثنيناتهم فير. فبي دي ا بليس بي دي بي بليس بي دي سي. اذا ليش بليس؟ لانه عم اقول او. بي دي 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 بول دي كولير ديفيرونت هو ا موان بي دي بول دمام كولير، لانه دي بول تيراج دي بول دي كولير ديفيرونت et tirage des boules de même couleur sont disjoints et on a des boules différentes, des tirages de deux boules différentes et des boules de même couleur sont aussi contraires, des événements contraires. On a P de D donc est égal à 1 moins P de E. 1 moins 10 sur 36, 26 sur 36. لأنه D هي A bar. دي اذا هي ابار، لانه دي شو هو؟ دي كولير ديفرنت، والاي هي دي ميم كولير. فبي دي دي ايجال بي دي ابار ايجال مون بي دي اي. بدنا ننتبه لشغله، لما يكون عندنا دي بول دي كولير ديفرنت ضد دي بول دي ميم كولير، لانه اثنين بول، لو ثلاثه بول ما بيمشي الحال. يعني لو عم نسحب ثلاثه بول ما في يقول هاو ضد بعض. بي دي اش ايجال بي اكزاكتيمون روج. يعني اول مره روج، ثاني مره نو روج. أو أول مرة نوروج، ثاني مرة نوروج. أول تيراج روج فوا بي دي ار فوا بي دي ار بار بلس بي دي ار بار فوا بي دي ار. بي دي ار 3 سير 9، ليه؟ لأنه الإيرن في عندنا 3، أول تيراج عنده 3 بول روج على 9، توتال 9 ضرب 6 اللي هن النوروج هن 6. ليش 8؟ لأنه قال له طابة، لأنه سحب الطابة وكبيتها، زائد كمان بي دي ار بار 6 على 9، ليه؟ لأنه عدد البول نو روج هو 6 على النف التوتال، فوا عدد الروج 3 على ويت. ليش ويت؟ لأنه قال له طابة. أوكي. أوكين نوار هو بي دي أن بار أن بار إتيكال
بيدي انبار هو سانكسير ناف. لا، لانه عدد الطابات اللي هن نورويج، عفوا نونوار، هن خمسة على تسعة ضرب. فاذا بيقول له وحدة بصير عدد الطابات نونوار اربعة على ثمانية. لا، لانه قل التوتال وحدة، فبيطلع جواب 20 على 72. يعطيكم العافية.